الحمد لله واسع الكرم عظيم النعم منه المبتدا وإليه المرجع والمآب هو رب الأرباب ومسبب الأسباب الغفور التواب لا إله إلا هو وحده لا شريك له بعث بالرحمة والهدى ودين الحق عبده المصطفى سيدنا محمد فهو رسول الله وصفوته خاتم النبيين وسيد المرسلين اللهم صل وسلم على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجهم إلى يوم القيامة بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فمن حسن خاتمة رمضان أن تتزود بالنيات الصالحة لما بعد رمضان، وإذا انقضى فمعك آثاره ومعك أنواره ومعك خيراته التي تدوم بحسب ما قبلت وحسب ما ارتضيت من قبل ملك الملوك جل جلاله. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، ينبغي أن تستقبل ليلة العيد بكثرة التكبير للحميد المجيد، فإن ربك يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فاستقبالنا العيد بالتكبير تحصين لنا من شر الشيطان ووسوسته والذين يطلقون من المردة عند انتهاء رمضان، وتحصين لنا من إكبار غير الله وتعظيمه ونسيان عظمته سبحانه وتعالى. في افتتاحنا للعيد بالتكبير تثبيت على التنوير للضمير والتطهير للسر عن الالتفات إلى الدنايا. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، أخذك للجائزة في يوم الجوائز، أخذك للمغفرة العامة الشاملة لجميع الذنوب هو حقيقة الفوز والسعادة والقبول في رمضان. فإن من جاء له العيد وهو لدى الله مقبول قد غفر ذنبه فهو صاحب العيد حقا. وقديما كانوا يقولون ليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، ولكن العيد لمن غفرت له الذنوب. ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته تزيد. من يخرج برغبة ينتهج نهج مصطفى خاطبه الله بقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المقبولون في رمضان لهم بعده شان، شان مقبول، وشان المقبول أن يكون على حال في الوجهة وفي الرغبة وفي الحرص على الخير وفي العمل بأداء الفرائض والإكثار من النوافل بما يستطيع، والأمانة في عمله، البعد عن الخيانة، البعد عن الغش، البعد عن الخديعة، موقنا أن له محاسب يحاسبه من ورائه مهما دعته نفسه أن يمشي اليوم خديعة أو غشا أو كذبا أو غرورا أو تزويرا، فإن وراءه ناقد بصير يحاسب على النقير والقطمير، ولا يظلم الإنسان فتيلا. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جعل لك في يوم العيد زيارة للأرحام والأقارب وتهنئة لهم بهذا الخير الذي أتاك وأتاهم الله، بلوغ رمضان وكمال رمضان وصيام رمضان وقيام رمضان ووصول إلى يوم الجائزة يوم العيد يوم مباهاة الله الملائكة بالذين يخرجون إلى المصلى ويقول الحق ما جزاء اليجير إذا وفى عمله، يقولون أن يؤتى أجره يا رب، يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اجعلنا ممن يحوز المغفرة الكبرى يا أرحم الراحمين. ثم إنك بانتباهك أيضا من إخراج زكاة الفطر تكون أحسنت الوداع لرمضان، بانتباهك من إيصالها إلى أهلها وإخراجها من الطعام الذي هو صحيح باتفاق المذاهب من قوت أهل البلد وتسليمه للفقراء، هذه خير طريقة وأحسن طريقة يكون فيها أداء الزكاة مجمع على صحته متفق على قبوله. ثم بعد ذلك تعلم ما قال نبيك في شان هذه الصدقة، إنها
طهرة للصائم من اللغو والرفث، تطهر صومك مما كان فيه وتكون سببا لقبول الصوم عند الله. ومن هنا كان بعض أهل العلم يقول الصوم معلق بين السماء والأرض، إنما يرفع بصدقة الفطر، الزكاة التي فرضها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. تلزم الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة، من أولاد، من والدين كبيرة، إلى غير ذلك ممن تلزمه نفقته. فإن كان في أقاربه ولو من أولاده من لا تلزمه نفقته فليطلب منه التوكيل ليخرج الزكاة، أو ليملكه نصيبه من الزكاة ليخرجها. فينبغي تعظيم هذا الشأن في هذه الزكاة. ومن جملة توديع رمضان أن تنوي أن تصوم 6 أيام من شوال، يجوز أن تصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره، واختلف العلماء بعد ذلك في الأفضلية فيها. فتفقد نواياك عند خروجك من هذا الشهر، تفقد نواياك عند خروجك من هذا الشهر الكريم، وكيف يكون حالك في أيام شوال ولياليه. إن كان انقضى رمضان فها هو مطلع أشهر الحج، ولا ينقضي شوال إلا وقد جمعت بين مطلعين، أشهر حج وأشهر الحرم. ذو القعدة من الأشهر الحرم، وذو الحجة من الأشهر الحرم والمحرم، 3 سرد. ثم يأتيك بعد ذلك شهر 7 من شهور السنة القمرية، وهو شهر رجب الحرام. فيا أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، انظر كيف حالك وقد فارقت هذا الشهر. لقد كان يعهد في بلاد المسلمين كثير من أهل الصلاح والخير تفيض عيونهم حزنا على فراق الشهر وفراق أنوارهم، ومع ذلك فتظل معهم خيراته وبركاته. بل جاء عن أهل القرون الأولى أنهم إذا خرج رمضان مكثوا في توديعه، يعني في التضرع إلى الله في قبوله فيهم وتفكرهم أقبلوا أم لا، أشهرا نصف العام. فإذا انتصف العام من أيام رمضان استقبلوا رمضان الثاني، فهم نصف العام يودعون ونصف العام يستقبلون، فكل عامهم صار رمضان. أي حازوا سر التعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى، فكانوا على قدم قويم. إن الصراط المستقيم الذي تركنا عليه سيدنا رسول الله يدعونا لأن نكون متفقدين لشؤوننا بعد رمضان. يا من كنت تتساهل بالكتابة عند من يتعامل بالربا فضلا عن أن تتعامل بها الآن وبعد رمضان، فارق ذلك، أقلع عن ذلك، ابتعد. أتحب أن تتعرض للعنة من إذا طردك لم يكلأك أحد في الأرض ولا في السماء؟ أما لعن الحق تعالى على لسان رسول آكل الربا وموكل وكاتبه وشاهده، من كان يشهد ومن كان يكتب كلهم يدخلون في اللعنة، والآكل والموكل له. الربا 74 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أربى الربا استثالة الرجل في عرض أخيه المسلم. فابتعد عن مظاهر الربا في حياتك والقرب منها، وربما بعد مرور السنين الطويلة والناس مغترون بالأنظمة السائدة التي تجعل الربا مرتكزها، أدركوا الآن بعض الأضرار وبعض الأخطار وقد تعاملوا بهذه المعاملة وإلى أين وصلوا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فلننظر إلى منهج الله، هو خير لنا خير لجميع من في الأرض مسلمهم وكافرهم. لن يستثمر استثمارا حسنا بمثل منهج الله في التعامل وفي الأخذ والعطاء والبيع والشراء وفي كل ما يكون بين الناس. إنه رب الناس وأعلم بمصالح الناس جل جلاله وتعالى في علاه. فكن يا أيها المؤمن على أدب مع الله، طهر بيتك من بعد هذا الشهر، لا تبقى المناظر السيئة في بيتك، واحذر أن تعود إليها. يخرج رمضان في شوال تذهب وتشتري أفلاما خليعة، ما هكذا حال المقبول في رمضان؟ ما هكذا حال الذي غفر له في رمضان؟ إن كان غفر لك فستستنكف من المناظر المحرمة. أتريد أن تستجيب لداع نفسك الأمارة بما يوجب أن تحرق به عينك بالنار يوم القيامة؟
فإن من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار، وإنه تكحل عيون الذين استهانوا بالنظر الحرام بجمر النار يوم القيامة، أجارنا الله من ذلك. بعد رمضان ليكن بيتك نظيف، نظيف في أشرطته، نظيف في مجلاته وكتبه، نظيف في ما يعلق فيه، نظيف في أدواته، نظيف مما يوجب الخزي والندامة. نظف دارك، نظف أهل بيتك، فليكن بيت مؤمن أدرك رمضان فغفر له فظهرت عليه آثار المغفرة. إن كان هناك أهمال للأولاد يسيرون مع من يعلمهم الشر في القول والفعل والمعاملة، فبعد رمضان هذا لا تهمل أولادك، لا تتركهم فريسة يفترسهم عدو الله وجنده ويعود عليك اللوم في القيامة والحسرة والندامة. اخرج من رمضان وعندك العزيمة على حسن تقويم الأولاد برأفة وحنان ورحمة ولطف وعطف ومساءلة ومداخلة وحسن معاملة ومقابلة وتفقد لهم وحمل لهم على الاستقامة. هذه علامات القبول في رمضان، وهكذا يجب أن تكون من بعده. يا أيها المقبول في رمضان، نحن والأمة في انتظار المزايا التي تخرج بها من رمضان لتزين بها مجتمعنا، لتزين بها واقعنا، لتكون بها مصلحا في شأننا وشأن من حوالينا. فهكذا عناصر الصلاح والخير في الأمة كلما كثرت صلحت أحوالها، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن تهيأ لأن تكون مستلما للجائزة، داخلا في أهل الفوز، حائزا سر صلة بالله بعد رمضان هذا، لتكون حياتك كلها رمضان، قاصدا الرحمن. أمدك الله بالمعونة وباللطف وبالتوفيق والعافية. جعلنا وإياك أيها المؤمن ممن ترعاهم عين عنايته في الأطوار كلها. اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، واجعلنا وأهل لا إله إلا الله من الذين يعودون في سعادة وعبادة وزيادة من كل خير، مع جمع للقلوب ودفع للشر وإلهام للرشد وتمام للسعد، وتوفيق لمرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.